والله ما هيش مدة طويلة جدا يعني، يعني عندي ممكن العمل اللي فات، العام اللي فات ما خدمتش يعني، العام هذا 23، لكن 22 قدمت يعني، كنت عندنا أنا فين سيت كوم ولا مع حميد عاشوري اسمه في آخر، المخرج سمير حامل مع التلفزيون الجزائري، لكن كمسلسلات ولا ممكن هكذا ظهور كما يقولوا في معظم يعني البرامج لا صراحة. هذا ربما اللي يخليني نسألك على سميرة صحراوي ربما غايبة عن البلاتوهات. والله البلاتوهات تلفزيونية حاب تقول، والله كاين وين صراحة استضافوني عدة مرات، لكن ممكن في بعض الأحيان كان ظروف، في بعض الأحيان أنا صراحة كل مدامني ما عنديش عمل يعني راهو يعني يفوت في يعني في القنوات الجزائرية خلال شهر رمضان، يعني نشوف بلي وجودي في حساس ما عندوش معنى صراحة، مش عارفة لأن في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان صراحة كاين الأسئلة هذيك اللي دائما تتكرر دائما وأبدا، ومع الوقت تقول خلاص ينجي يعني، كيكون عندي الجديد نحكي عليه ممكن نقدمه ولا فقط هذا مكان.